في خلية غدة اسمها التايموس، هي إلى جانب القلب، لأنها بعد سنتين تضمر كلياً، فكان شرح أنه لا وظيفة لها، لا وظيفة لها. ثم اكتشف أنها أخطر غدة بالإنسان. هالغدة هي مدرسة حربية تدخلها الكريات البيضاء همجية جاهلة، تقبع سنتين تتعلم هذه الكريات من هو العدو ومن هو الصديق، والعدد بالآلاف. الآن لا تتخرج إلا بامتحان، تعطى هذه الكرية البيضاء، هي جيش كامل، تعطى عنصر صديق، فإن قتلته ترسب وتقتل، وتعطى عنصر عدو إن لم تقتله ترسب وتقتل. فأنتوا إذا واحد ما نجح بجامعة نعمة بتم حي. الخريجات ناجحات كلهن، الوجبة الناجحة تعلم الأجيال الصاعدة هذه المعلومات. يعني بعد 60-70 بضعف التعليم، تنشأ حالة اسمها خرف مناعي. هذه الحالة خرف مناعي تتمثل بالتهاب المفاصل الرثوي، يعني في حرب أهلية بالجسم. جندي عم يقاتل جندي صديق، اثنين أصدقاء، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فهي التايموس مدرسة حربية تدخلها الكريات البيضاء جاهلة همجية، بعد سنتين تتخرج منها مثقفة. في عندي صورة لها تماماً كمدرج الجامعة، كل خلية قاعدة عم تستمع من هو العدو ومن هو الصديق. فلولا هذه الغدة في عندنا مشكلة كبيرة جداً. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه.